لأن لما نشوف شبه جزيرة البلقان جزء من الدولة الإسلامية العثمانية، بلاد اليونان جزء من الدولة الإسلامية، في الوسط القسطنطينية تعوق حركة المسلمين تقطع الدولة الإسلامية. هذا كلام، يبقى دولة عدوة للإسلام والمسلمين في وسط بلاد المسلمين تقطع الطريقة على وحدة المسلمين، لابد من سقوط القسطنطينية نمرة واحد علشان وحدة العالم الإسلامي ومنع أي جيوب تهدد الأمة المسلمة، وكمان حاجة تانية تحقيقا لبشارة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فقد كانت القسطنطينية تمثل الأرض العدوة الواقفة في طريق الفتوحات في أوروبا، فبدأ في عاصمته أدرنة اللي كان قبل القسطنطينية الاستعداد لعملية فتح القسطنطينية، ومن ذلك صب المدافع خاصة الضخم منها والاستعداد لنقل هذه المدافع إلى أسوار المدينة. يعني الدولة العثمانية هي اللي كانت بتصب مدافعها، وهدي لكم صورة عن حجم المدفع اللي كان بيصب العثمانيين، والله شيء يدير العقول يا إخواننا. يعني الدولة العثمانية كانت لا تتسول سلاحها، كانت هي تنتج سلاحها، يعني عيب على أمة مسلمة تتسول سلاحها أو تتسول رغيف خبزها، ولذلك كان حريص عشان اللي قلنا كانت الدولة متخلفة. أنتم أيها المتخلفون، الدولة العثمانية التاريخ يقول أنها لم تكن متخلفة، أنتم المتخلفون، أنتم رضعتم التخلف وأرضعتموه لأمتكم. الدولة العثمانية كانت قمة في التقدم العلمي في عصرها، وهنقدم الدليل من كتب التاريخ. يعني الكلام ده احنا قاعدين ايه نألف ونهمش. فالسلطان ثم رأى السلطان محمد أن جده بيزيد الصاعقة كان قد بنى للغرض نفسه، وهو محاولة فتح القسطنطينية، قلعة على الضفة الآسيوية من البوسفور سماها أناضول حصاري، أي قلعة الأناضول. كانت هذه القلعة تقوم على أضيق نقطة من مضيق البوسفور، فقرر محمد أن يبني في مواجهة هذه القلعة على الجانب الأوروبي من البوسفور قلعة سماها روميلي حصار، أي قلعة منطقة الروم. يطلق الأتراك على الجانب الأوروبي من تركيا والمنطقة الملاصقة له والمعروفة الآن باسم البلقان اسم رومي روم إلي، أي منطقة الروم. وكان القصد من هذا هو التحكم في البوسفور تماما. يا مشكلتنا برضو الخرائط دي اللي عجزنا ما ندور على حد بتاع جغرافيا يرسم لنا الخرائط، على الأقل يعني يعرف الإنسان العالم الإسلامي، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذا. كان القصد من هذا هو التحكم في البوسفور تماما، وكان السلطان محمد هو الذي وضع بنفسه تخطيط هذه القلعة ونفذها المعماري مصلح الدين أغا وسبعة آلاف عامل، أنهوا مهمتهم في 4 أشهر كاملة. خلي بالكم السلطان هو اللي يضع تصميم القلعة الحربية في أرض العدو وهو الذي يشرف على تنفيذه. هذه العقلية، هذه عقلية محمد الفاتح. تم البناء، فخرج بعض الجنود العثمانيين للتفرج على القسطنطينية، فما لبث أن وقع بينهم وبين البيزنطيين المجاورين لأسوار المدينة بعض حوادث شغب كان لها رد فعل عند السلطان محمد، فأصدر أوامره بإبعاد البيزنطيين المجاورين للأسوار وكذلك إبعاد القرويين المجاورين للمدينة. فقام إمبراطور بيزنطة قسطنطين دركازيز بإخلاء القرى المجاورة وسحب سكانها إلى داخل المدينة، ثم أمر الإمبراطور بإغلاق أبواب القسطنطينية وكامر تاجها. يبقى هو دلوقتي هنا عمل عملية حصار للقسطنطينية، وبينما الاستعدادات العثمانية تجري على قدم وساق في أدرنة لفتح القسطنطينية، كان الوضع في المدينة غاية في الاضطراب. فالإمبراطور قسطنطين يطلب معونة عاجلة من البابا نيقول الخامس، فاستجاب البابا وأرسل الكاردينال إيزودور إلى القسطنطينية. فتوجه هذا الكاردينال وهو كاثوليكي إلى كنيسة أيوصوفيا وأقام فيها مراسم الكنسية على الأصول الكاثوليكية، مخالفا بذلك بل ومتحديا مشاعر الشعب القسطنطيني الأرثوذكس. وقف الشعب يتفرج على الكاردينال المنقذ باشمئزاز بالغ، أنه يكرهوا بعض الأرثوذكس والكاثوليك. كان إمبراطور القسطنطينية يميل إلى فكرة اتحاد الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية في مواجهة الإسلام. دلوقتي اتحد، دلوقتي في حاجة اسمها مجلس الكنائس العالمي، وأعتقد كان في آخر دورة كان رئيسها الأنبشنون. أما رئيس الحكومة لوكاس نوتاراس مع جناديوس الذي صار بطريركا بعد الفتح، فقد عارض بشدة هذا الاتحاد خوفا على الكاثوليكية من الفناء. وقال نوتاراس قولته الشهيرة إن نفضل رؤية العمامة التركية في القسطنطينية على رؤية القبعة
اللاتيني زي ما جرى ربنا والقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ولذلك أنا في تصوري دائما لازم المسلم يعطي صورة حية للإسلام عند أهل الكتاب، لأنه قد لا يجد ملجأ وأمنا وطمأنينة إلا لديك أخي المسلم، فلازم تدل الصورة حية أنك ربنا أمرك أن تبره وتقسط إليه، إن الله يحمي المقسطين طالما هو لا يحارب الإسلام وأهله. ولذلك كانت قولة نوتارات أن يفضل رؤية العمامة التركية في القسطنطينية على رؤية القبعة اللاتينية. ولم يكن البيزنطيون قد نسوا بعض الأعمال الوحشية التي قام بها اللاتين عندما احتلوا القسطنطينية عام 1204 ميلادية، ومع ذلك فإن الكنيسة اللاتينية لم تتوانى عن إرسال موجات المتطوعين إلى القسطنطينية بناء على طلب إمبراطورها العاول، لكن مجيء إيزودور لم يحقق أدنى نتيجة في مسألة اتحاد الكنيستين، الحصار والفتح. قبل ما نتكلم عن الحصار والفتح أنا هتكلم عن دور المدفعية العثمانية لأن الوقت لن يسمح، بس لأن الحديث تطرق على الفتح الذي قام بإعداده آل عثمان. كان المدفع اختراعا حديثا مروعا غير مجرى التاريخ، وكان مدفع الهاون اختراعا عثمانيا. الهاون اختراع عثمان، عرفه العالم لأول مرة أثناء حصار العثمانيين للقسطنطينية، كما كان المدفع الضخم خاصة مع الهاون، الاثنين دول أكبر عامل في فتح المدينة. كان المدفع الضخم من اختراع اثنين هما مصلح الدين وأوربان، ويقولون عن أوربان أنه كان مجريا، لكنه كان مصلح الدين وأوربان. وأوربان هذا اختلف في أصله هل هو مجري أو روماني. المهم أن اللي كان بيشجع الاختراع وتصنيع السلاح الدولة العثمانية. كان المدفع ضخما جدا، تسمع طلقاته من مسافة 100 استاد، أي 25 ميل، يعني القذيفة يسمع انطلاقها من على بعد 25 ميل، وهي كانت قذيفة من الحجر والبارود تبلغ زنة القذيفة الواحدة 1500 كيلو جرام، تصل مداها إلى مسافة ميل. تصور بقى لما القذيفة 1500 عبارة عن حديد وحجارة وتطلق وتمشي مسافة ميل وتتسمع على 25 ميل. يقول أداري مونتالدو أن عدد المدافع التي صبها كل من مصلح الدين وأوربان قد بلغ 200 مدفع، ده علشان حصار القسطنطينية. وعندما كان المدفع ينقل من أدرنة العاصمة إلى القسطنطينية ليستقر أمام أسوارها، كان لزاما على العثمانيين توسعة طريق أدرنا القسطنطينية، وقام بهذه العملية 50 مهندسا ومائة عامل. يعني كان في مهندسين نعم، في متخصصين نعم، وكان يجر المدفع 60 جاموسة، جيبوا 60 جاموسة تجر المدفع، ويسند المدفع من على جانبيه 400 رجل قوي، 200 على كل جانب، وذلك حتى لا ينزلق المدفع يمنة أو يسرة أثناء مروره. في واحد اسمه فرانتيزيس يقول بأن بعض هذه المدافع كان يحتاجه إلى 2000 رجل لجره. وقد لعبت مدافع الهاون دورا ملحوظا في الحصار، سواء في الضرب أو في عمليات التمويه، وإن لم تكن كافية للتحكم تماما في الخليج كله. وبسبب هذا المدافع، هذه المدافع حدث التحول الكبير في أوروبا. إخوة الإسلام، إذن الدولة العثمانية كانت متقدمة في مجال التكنولوجيا، أمة كانت لها مهمة وغاية. إيه مهمتها؟ إقامة هذا الدين، تبليغ دعوة الإسلام، إقامة الشريعة، الحدود، تطبيقها حتى لا تكون فتنة يكون الدين كله لله. فين؟ في أرض الله كلها.
والهدف من هذا الحديث كما أذكر دواما أن نتعرف على القدوة والأسوة وحملت هذا الدين إلينا، فبهداهم اقتدت